الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الوضوء وبوب له بقوله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وهنا طبعا يعني أراد الإمام البخاري أن يجعل قاعدة في هذا الحديث ليبين أن الشعر إذا غسل بهذا الماء، فهذا الماء هل هو مستعمل، يعتبر مستعمل لا يجوز استعماله أو غير ذلك. وأنس رضي الله تعالى عنه يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، يعني في حجة الوداع، لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه حلقه نصفين، فحلق النصف الأول وأعطاه لأبي طلحة حتى يعطيه لأم سليم، ثم حلق الطرف الآخر فأعطاه لأبي طلحة حتى يوزعه بين الناس. طبعا يعني شعر الرسول عليه الصلاة والسلام له مكانة وبركة، لذلك قال، يقول ابن سيرين رحمه الله، قال: قلت لعبيدة السلماني، عبيدة السلماني هذا من أسلم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين، ولكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام فيعتبر من المخضرمين، فيقول ابن سيرين: قلت لعبيدة السلماني، قال: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سيرين بيقول عندنا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام ما أصبناه من قبل أنس أو أهل أنس. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطي لأم سليم في حجة الوداع، فيقول ابن سيرين: فمن قبل أنس أو أهل أنس. قال: فقال له عبيدة، قال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، شعر واحد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا طبعا يعني هذا الأمر، ليش الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه لأبي طلحة حتى يعطيه لأم سليم؟ أم سليم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكثر ما يقيل عند في بيت أم سليم، هي خالته من الرضاعة، ففي هناك رحم بين الرسول عليه الصلاة والسلام بين أم سليم. وأم سليم لها قصص كثيرة، منها أنها لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أخذت أنس بن مالك وقالت: خادمك أنس، ولها يعني ما لها من المكانة في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمها بهذا الشطر من هذا القسم من الشعر، حتى أن أم سليم رضي الله تعالى عنها كانت تأخذ شعرات النبي عليه الصلاة والسلام وتضعها في الطيب، قال: فيطيب طيبها بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقال أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يوضع في الطيب حتى أصبح كأنه أحمر، يعني من مع الوقت، حتى أن أم سليم كانت إذا مرض أحد فتأخذ من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام فتضعه في الماء فتسقيه حتى يشفى. فهذه من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا الرسول سيدنا أنس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، فهذا طبعا يعني الشعر الذي أعطي لأم سليم. فالإمام البخاري أراد بذلك حتى يبوب في هذا الأمر في هذا الحديث باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ الشعر بعدما يفصل من الإنسان هل هو طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. ليش؟ بهذا الدليل، لأنه أخذ الرسول عليه السلام من شعره وأعطاه لأبي طلحة حتى تعطيه لأم سليم والباقي يوزعه على الناس، فيبين ذلك أن الشعر بعد انفصاله يصبح طاهرا، يعني بظل طاهر لا ينجس، تمام، لا ينجس. هذا أول أمر. الأمر الثاني
أن الشعر إذا غسل فالماء الذي يغسل به، نحن عندنا الماء، العلماء قالوا هناك ماء طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ونجس، ومنهم من قال لا، الماء ينقسم لقسمين مش ثلاث أقسام، فعندك طاهر مطهر طاهر غير مطهر ونجس، في منهم من قال لا، طاهر مطهر أو نجس. الطاهر خلص هو يطهر، فكيف الطاهر المطهر؟ الطاهر المطهر هو الماء الذي ينزل من السماء أو من الآبار أو من العيون أو من الأنهار، هذا اسمه طاهر مطهر، يعني هو طاهر بنفسه مطهر لغيره، وقت تتوضى فيه تتغسل فيه يطهرك. وفي ماء طاهر غير مطهر، شو يعني طاهر غير مطهر؟ هو الماء المستعمل، يعني أنا والله غسلت ديه أو توضأت فبقي هذا الماء، هذا الماء طاهر، ولكن قال بعض العلماء هو غير مطهر، بيجي يتوضى فيه مرة ثانية لا يطهر، هذا هو الطاهر غير مطهر. والنجس هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة، فهذا طبعا نجس لا يطهر ولا يستعمل. الإمام البخاري أراد أن يؤكد بهذا الحديث أنه الماء قسمين فقط، ما في عندنا طاهر مطهر وغير مطهر، كل ماء طاهر يطهر. فلذلك قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان هو طاهر. شو يعني أنه الماء المستعمل إذا لم تكن فيه نجاسة واستعمله الإنسان في الطهارة فهو مطهر، وهذا باب يعني فقه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، فعنده الماء إما طاهر فيطهر وإما نجس فلا يستعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.